شهر مبارك، أكيد الكل ناطر حزورتنا اليوم. بس ميدو سمنة مفروكة وبقطر مسكر معروكة، طاروا بأمري كل الناس، بلوز وفستق مشكوكة. اللي بيجاوب صح رح يدخل اسمه بالسحب. خلونا نشوف سوا شو الهدايا اللي نغلقها. تتشرف باتيسري لمادلين بتقديم هدية يومية للفائز بحزورة رمضان من الحلويات العربية، وكل عام وأنتم بخير. بشرفني أني أنا أكون معكم في شهر رمضان لأقدم لكم 30 هدية تسعد قلوب الستات. أتراني عثمان بيوتي سنتر مع فريق عمل نسائي متخصص، كل عام أنتم بألف خير. إنسايد أركيغرافيك بيقدم كباية مطبوع عليها صورة الرابح ولوجو المطبخ طرابلسي. تسر إدارة مطعم عبد الكريم صبرة أن تقدم وجبة يومية للفائزين بحزورة رمضان المبارك. بقدم لكم من محل ديفا هدية يومية للرابح بحزورة رمضان، شال من اختياركم ورمضان كريم. من محلات لكم حبينا ندعم المشاركين بالحزورة الرمضانية ونقدم 3 أرانجمان شوكولا للرابحين. ينعاد على الجميع بالصحة والعافية.